عصابة المدنيين. عادت جيرمان الاتصال بيازف بغية إقناعه بعدم الخضوع لاستفزازات فرنسا بإعداماتها تلك. فكان اللقاء يوم التاسع. هذا يسعدني، لقد احترمت الاتفاق. لم يكن هناك أبرياء من الشعب في تفجيراتكم التي مست العاصمة. لم أرد قطع الصلة معك لأنك تمثلين الوجه الحسن في فرنسا. لقد اتخذت احتياطاتي وأعطيت تعليماتي على اجتناب المدنيين لأظهر لأصدقائك حسن نوايانا نحن أعضاء الجبهة. أشكرك سيدي، أعلم أنني خيبت أملك بعد خذلان ساسة فرنسا ورفضهم لطلبي من أجل حقن دماء الأبرياء. قادت الجبهة بتونس ينتظرون صريح إعلان حكومة فرنسا عن نيتها الحسنة. لا أريد أن تستمر الهدنة من جانب واحد فقط. في 16 أوت علمت جيرمان بعزم فرنسا على إعدام مناضلين، فراسلت ياسف تترجاه أن لا يطأر لهما فيزيد الوضع تأزما. واصل ياسف في إظهار حسن نيته، فلم تكن هناك انفجارات، تاركا لها المجال لتأليب وتنوير الرأي العام الفرنسي. أدت شدة التعذيب التي مارسها مظليو ماسو ووحدات المخابرات الفرنسية والبوليس السري على مناضل جبهة التحرير وقعا كبيرا على الساحة الإعلامية الدولية وعلى الرأي العام الفرنسي، خاصة بين الطبقة المفكرة والنقابات، بعد مقتل كل من النقابي عيسات إدير والمحامي علي بومنجل في ظروف غامضة، واختفاء موريس أوتان وبعض رفاقه بعد اعتقالهم. هذا ما جعل الطبقة السياسية الفرنسية تتحرك وتضغط على ساسة فرنسا. أراد ساسة فرنسا بالجزائر تغيير أسلوبهم، فعمدوا على تهدئة الأوضاع والتقليل من أسلوب الاستنطاق والتعذيب والاغتيالات، فعمدوا إلى تأليب قدماء رفقاء ياسف من ذوي النفوس الضعيفة الذين وقعوا تحت قبضتهم بأسلوب الترهيب والترغيب، فشكلوا فرقة تدعى بلو دي شوف، أو ما اصطلح عندنا بالعامية بوشكارا. يتمثل دور هذه الفرقة في التبليغ عن قدماء رفقاء شبكة المقاومة، وكذا تأليب السكان ضد جبهة التحرير ودفعهم إلى العمل مع فرنسا. تمكن الكولونيل بيجار من إعادة تشكيل مخطط للخلية الجديدة التي أنشأها ياسف، والمكونة من 30 عنصرا. ما رأيك في هذه الخلية الجديدة التي أنشأها ياسف بالقرصبة؟ أظن أنكم تمكنتم من اعتقال والقضاء على معظمهم. لن ننتهي جنرال ما دام ياسف وعلي لابوينت لم يقبض عليهم. إننا نعلم تفاصيل دقيقة عن أسلوب عمل الخلية، ولكن ما إن نقبض على أحدهم حتى يستبدل بآخر. يجب أن نقضي على رؤساء الخلية. من تقصد بذلك؟ ياسف، علي لابوينت، كمال، وسيموراد، ويمكن إضافة بن حميدة، فهو محافظ سياسي. عندما نقبض على هؤلاء الخمسة، فهنا فقط يمكن القول بأننا انتصرنا. المكالمة لك يا بيجار. شكرا جنرال. كولونيل بيجار، أنا في الاستماع. سيدي الكولونيل، هنا مركز العمليات. تمكننا من كمال وسيموراد. تعال إلينا حالا. تمكن الكابتن شابان بمساعدة العميلين عليل وشاندريش من العثور على مخبأ آخر لصانع القنابل بالقصبة. كمال وسيموراد، ذبيح الشريف، تلميذ الشهيد طالب عبد الرحمن ورئيس قسم القنابل في الجبهة، رغم محاصرة المظليين لهما آملين في استسلامهما، إلا أنهما أبيا واشتبك مع الجنود وفجر القنابل، فاستشهد ملحقين قتلى وجرحى بصفوف العدو. وصل شاندريش في خيانته حتى تمكنوا من معرفة مخبأ ياسف في 5 صباحا من اليوم 24 سبتمبر. تمت محاصرة العمارة المتواجدة في 3 نهج كاتون. ياسف، استسلم، إنك محاصر. نعلم أنك هنا، بأنك مريض قد أصبت بالزكام. أترى؟ نعلم كل شيء.